السيد احمد مداني ابو نزيري رئيس كليه سخنين المحترم. والسيد والمفتش لكان صالح. ومدراء المدارس. والاستاذ رسمي ودد. واهلا وسهلا بالجميع. بهذه المناسبة السعيدة نخرج فوجا جديد من طلاب المدرسة التكنولوجية جديد المكر، وهو الفوج 12. أشكر جميع أعضاء الهيئة التدريسية وكل من ساهم في تخريج فوج جديد من أبنائنا. الحفل الكريم، طلابنا الأعزاء، إنها لحظات مؤثرة جدا، لحظات النقل لنودع عاما حافلا بالعمل والتعليم، لحظات نودع فيها كوكب جديد من طلابنا آمنين أن يشقوا طريقهم بنجاح. طلابنا الأعزاء، لما نقول طلابنا الأعزاء